اختتام أشغال الدورة التاسعة عشر للجنة العليا المشتركة للتعاون بين موريتانيا والجزائر، والتي احتضنت العاصمة نواكشوط، والبلدان واقعان على 26 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة. وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين الأمن والطاقة والمعادن والصيد والتجارة والنقل والعدل والتعليم العالي والزراعة والصحة والخارجية. واستطعنا بفضل الله وعونه أن نتفق في هذا المنطلق على توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية تشمل قطاعات العدل والخارجية والداخلية والشؤون الإسلامية والطاقة والتحول الرقمي والصيد البحري والزراعة والتنمية الحيوانية والتكوين المهني والتجارة والتصنيع والصناعة والتجهيز والنقل والتعليم العالي. ومن المواضيع التي تصدرت حيزا هاما تدريب الكوادر البشرية في مجال الطاقة بين يدي الاكتشافات الغازية الواعدة في موريتانيا ودخولها الدول المصدرة للغاز، حيث عبر الوزير الأول الجزائري عن سعي بلاده لنقل تجربتها وخبراتها في هذا المجال من أجل استفادة موريتانيا منها. وأدعو الجانبين إلى استكشاف فرص التعاون في مجال أنابيب نقل الغاز في أفق استغلال حقل السلحفاة الكبرى أحميم، لما للجزائر من تجربة رائدة وخبرة مشهودة في هذا الميدان، ولما توفرها الصناعة الجزائرية من تجهيزات ووسائل في هذا الشأن. هذا علاوة على التعاون في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة الذي يشكل هو الآخر بالنظر إلى مقدرات البلدين مجالا واعدا للتعاون الثنائي. وتتطلع موريتانيا إلى أن تعطي الاتفاقيات الجديدة دفعاً جديداً لعلاقاتها بالجزائر التي تربطها بها علاقات تجارية واقتصادية، حيث عرفت العلاقات بين الجزائر وموريتانيا خلال الفترة الأخيرة تطوراً وصف بالكبير، خاصة بعد زيارة الرئيس الموريتاني للجزائر في ديسمبر الماضي. كما تتجه الجزائر لتشييد طريق يربط بين العاصمة نواكشوط ومدينة تندوف إلى جانب الخط البحري الذي أطلق مؤخرا، مما يساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.